هذا المشروع واحد من المشاريع الاستراتيجية اللي عملنا عليها مع السيد المحافظ لثلاث سنوات مضت. اليوم الحمد لله المشروع انجز بالكامل، راح ينقل طاقة بحدود 2000 ميجا واط من محطة الانتاج الى مناطق شمال البصرة. راح يسهم هذا المشروع باستقرار كبير لتجهيز الطاقة في المحافظة، تجنب حالات الانطفاء اللي مرت بالصيف الماضي، رفع مستوى الفولتيات. هذا واحد من المشاريع الاستراتيجية إن شاء الله في المحافظة. سنعمل مع السيد المحافظ على إكمال وتنفيذ المشاريع جديدة أخرى أيضا تتعلق بالربط الخليجي مع هيئة الربط الخليجي في مناطق الفاوة والخصيب، وأيضا لدينا خطة طموحة إن شاء الله ناقشناها مع السيد المحافظ. أكرر أنا شكري وتقديري لجناب الشيخ أسعد العيداني لجهوده الطويلة، لساعات طويلة قضاء معنا في الصيف الماضي. إن شاء الله هذا الصيف أيضا سيكون له الدور الأكبر في دعم كوادرنا في استقرار المنظومة الكهربائية. في يوم من الأيام، وأخص الذكر يعني الآن بما أنه أنت اللي سألت وأقرب نقطة اللي هي المربد، شرحنا هذا المشروع يمكن تقريبا ساعة 3 بالليل، لأنه هذا المشروع قلنا إذا اكتمل راح تقريبا 80% من الشت داون اللي يصير والانقطاعات وهبوط الفولتية راح ممكن نتجاوزها في محافظة البصرة. ثقتنا العالية، أرجع وأقول ثقتنا العالية بمعالي الوزير أنه هذا القطاع المهم لكل العراق أنه يبدأ بالنهوض مرة أخرى ويعاد، وتجر مثل ما ذكر معالي أنه تجربة محافظة البصرة هي التجربة التي نجحت ويجب أن تعمم على المحافظات الأخرى الاستفادة من تجارب الناجحة، والرجال الناجحين في عملهم مثل معالي الوزير هو الطريق الصحيح للنهوض بهذا البلد وما يحتاجه بكل القطاعات. اليوم احنا نتحدث على قطاع الكهرباء، التجربة هي عبارة عن تكامل ما بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية لإنجاح العمل. الحكومة الاتحادية والمحلية عندما تتكامل يطلع العمل بصورته النهائية و يخدم المواطن بصورة صحيحة، وهذا هو لب البرنامج الحكومي الخدمي لأي حكومة للبلد، وبالذات هذه الحكومة حكومة خدمات. عناصرها السادة الوزراء يسعون لإنجاح كثير من المشاريع، وهذا واحد من المشاريع اللي بدأ التكامل مالته قبل 3 سنوات ما بين وزارة الكهرباء والحكومة المحلية. واليوم الحمد لله تشوفون اليوم احنا في افتتاح هذا المشروع انه من قام بهذا المشروع اليوم هو وزير الى الكهرباء من محافظة البصرة، ويعمل على استقرار الطاقة الكهربائية لكل العراق، وان شاء الله انه يوفق. ونحن كحكومة محلية داعمين لكل مسعى لمعالي الوزير لانجاح خططه القادمة لانجاح تجهيز الكهرباء لكل مواطني العراق خصوص أهالي البصرة الكرام. نسبة 80% البصرة تستثنى أو استثنى من شداون في حال وجوده. والله شوف تصريف نعم. الأحمال أنا أحكي اليوم خلعوفني كمحافظ أم أحكي شوية مهندس يعني باعتبار أنه نفس تصريف الأحمال سيتم تقريبا 80% مثل ما ذكر معالي الوزير. اللي كانت المشاكل اللي تصير عندنا عندما يكون بعض الانقطاعات أو بعض الشداون تسميه من المحافظات الأخرى يأثر على إنتاج الطاقة وتصريفها في محافظة البصرة واستقرار الطاقة في شمال البصرة. الآن كان كثير من الفولتيات تهبط لأنه مشاكل ممكن أن نقل الطاقة. اليوم هذا الخط مثل ما تفضلت تقريبا 80% من هذه المشاكل ستحل، بقت 20% نعمل سوية مع وزارة الكهرباء مع معالي الوزير لكي يمر هذا الصيف بأحسن صورة لخدمة المواطن. اليوم افتتاح خط الضغط الفائق، خلينا نقف عند الضغط الفائق يعني نعرف الى متابعين الحوار. الضغط الفائق شو قصد به؟ الشبكة الوطنية اللي احنا مسؤولين عليها كنقل طاقة في المنطقة الجنوبية
تتكون من مستويين فولتيين، اللي هي الضغط العالي اللي هو 132 كيلو فولت، والضغط الفائق اللي 400 كيلو فولت. هذه شبكة الضغط الفائق تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية بين المحافظات وبين المناطق المتباعدة. اليوم أكملنا مشروع خط ربط مهم جدا، اللي هو خط الرمال الاستثمارية قرنا 400، الذي من خلاله اكتملت الحلقة الكهربائية لمحافظة البصرة ولأول مرة. هذا الخط الحيوي يعطي استقرارية في تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية، وكذلك تحسين مستوى الفولتية في مناطق شمال البصرة التي عانت في السنوات السابقة كثيرا من هذا الموضوع، واللي حددت ساعات التجهيز. هذا الخط اليوم إن شاء الله خلال الصيف المقبل راح تلاحظ أهلنا في شمال البصرة أهمية هذا الخط، اللي إن شاء الله سيكون داعم لتغذية مناطق شمال البصرة بطاقة كهربائية مستقرة إن شاء الله. هناك افتتاح إلى خطوط للكهرباء، فهذا الخط شنو يميزه عن بقية الخطوط اللي تم افتتاحها مسبقاً يعني؟ بالحقيقة أستاذ رياض، هذا المشروع ما نفذت منه وزارة الكهرباء من سنة 1985 بحجم هذا المشروع، لأن أول مشروع دبل سيركت 400 كيفي. هذا المشروع راح يحل اختناقات كبيرة لشمال البصرة، ويعني القدرة اللي بالمحطة الاستثمارية اللي كانت عندها إنتاجية بس ما عندها خطوط نقل من سنة، فوفرنا لها خط نقل بحيث أنه توزعت الطاقة المتوفرة. هذا الخط نعتقد أنه راح يعني يسوي لوب للبصرة، ممكن عزلها في حالة الشت داون اللي صارت بالسنوات السابقة، فإن شاء الله أنه أي شت داون راح يصير بالمستقبل خارج البصرة راح نقدر أنه نعزل البصرة وتكون لها منظومة بحث. نعم، الكادر في حالة يعني صيانة وما شابه، كادر عراقي إن شاء الله؟ الكادر المنفذ والمصمم كله كادر عراقي 100%، وكادر أصلا من شمال البصرة إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد. الله يحفظك سيد. يعد هذا المشروع هو المشروع الأهم والأبرز باتجاه تحسين الكهرباء في شمال البصرة. مثل ما تعرف جنابك الكريم، في الفترة السابقة كنا نعاني من وجود هبوط في الفولتية في مناطق شمال البصرة. هذا الهبوط انعكس انعكاس سلبي على تجهيز الكهرباء في مناطق شمال البصرة، لكن بوجود هذا الخط، خط رميلة القرنة 400، سوف يحسن من ويزيد عدد ساعات التجهيز للمواطنين. إن شاء الله هناك مشاريع أخرى تقوم بها وزارة الكهرباء خدمة للمواطنين.